أنا بنات شوال في المكان ده، والتسم المعروفة طبعا في عندنا برضو. ده احنا بنتكلم على البير والشجرة، بيقول من 1000 قبل الميلاد. في لغاية النهاردة مية مباركة، كنا بنلف الترومبة دي بتطلع مية من هنا، ولكن بقى عندنا مشكلة في الصرف. لا، مع الناس كانوا بياخدوا مية ويغرقوا في الكنيسة وكده، بس عملنا حنفية توصل على طول. عايز أذكر حاجة، إن الشيخ الشعراوي لما جه هنا كانوا في ناس كتير بتشكك، بتقول يا مولانا ايش عرفنا ان ده البير وايش عرفنا ان ده الشجره، احنا شاكين في كده. فرد قال حاجه حلوه قوي، قال طالما ما توجدش في مكان تاني غير هنا فيبقى هو هنا. صح، سليم. حكيم سليم، سليم.